اللي احنا بنتكلم النهارده مثلا والدة حضرتك الفريق مرتجي بيروح الماتشات مش قادرة تتفرج وهو على كرسي الرئاسة بتبخر اللعيبة وتبخر البيت مخر الدنيا والكلام كلها. ده كله. والنهارده لما نروح بقى للوضع وزوج حضرتك عضو مجلس إدارة وكمية ضغوط وكلام ده كان بيجي يقول لك ايه؟ بص هقول لك حاجة. هو يعني الحقيقة عماد والمجلس ده اتعرض ل يعني مشاكل كتير قوي قوي. ف هو عصبي جدا عماد في الحق، فكان بيجي ويعني يعني لدرجة ان انا في وقت ما كنت دايما اقول له استقيل، يعني طالما انك انت اعصابك مش قادر استقيل. هو كان واخد القرار من بدري كمان. وهو اعلن مع الكابتن شوبير من سنه ونص عنده في ان هو مش هيعيد القاره دي تاني. حتى انا وقتها لما قلت له طب ما دام الدنيا كده يعني طب عشان امشي، صحته يعني. قال لي لا، الجمعيه العموميه اولتني ثقتها، انا مش هقدر دلوقتي اجي اقول لهم لا سلام عليكم في الظروف اللي احنا فيها بعد ما كنا 11 واحد بقينا 4 وخمسة. ومش ممكن الراجل اللي هو بيفني حياته للنادي الاهلي اللي هو المهندس محمود طاهر ان انا كده اجي امشي واسيبه كده الدنيا، يعني لا ما مش اخلاقي يعني. فهو استمر على انه واخد قرار ان هو مش هيرشح نفسه تاني. بس الحقيقه كانت فتره متعبه قوي قوي يعني. يعني انا عشت طبعا فتره ابويا حاجه رائعه، لان امي كانت من اسعد الناس وهو رئيس النادي الاهلي الحقيقه، وكانت بتشجعه جدا جدا. ما كانش بقى فيه المشاكل دي، ما كانش فيه كل الضغوط النفسيه دي. انما الحقيقه المجلس ده انا مسميها، معلش يعني ما تزعلوش مني، لا انت تقولي اللي عايزه تقولي، انت صحاب المجلس بيت، انا بكلم اسره الفريق مرتجي، انا ينفع اتكلم بعد بقول اذنك. لحضرتك انا مسمياه المجلس المفترى عليه بجد. المفترع ايوه، ليه؟ وبقولها يعني يعني مجلس مجني عليه وهو اللي هو اللي بياخد الجزا. ازاي يعني؟ يعني ما حضرتك عارف بقى موضوع الانتخابات والقضايا وبين الناس دول اتعرضوا لكوارث واتكلموا في زمامهم الماليه وفي اعراضهم كان في كل بيزعلك حاجه. الكلام ده وبنتكلم في ولد حضرتك واحد من اساطير الاهلي وانتوا بتحكي لنا عن تاريخ عظيم كل الاهلاويه اكيد بعد اللي بتقولوه بص فخورين بيه، بص كنت حضرتك، بتتاثري بالكلام ده على مستوى العيله؟ لا بص حضرتك، ايوه طبعا انا بتقصى ان انا عمري ما كنت اتخيل ان ممكن الاوضاع توصل بالطريقه دي، ومش عارفه هيبه الاهلي، والاهلي عمره ما كان كده. كلمات غريبه، ايه الاهلي عمره ما كان كده، ولا هيبه الاهلي، ولا مجلس مش عارفه عايز اقول ايه. ده في قضيه كبيره دلوقتي خاصه بعماد وحيد، يعني ان هي عملوا له حاجه مسيئه، وفي لسه يعني مين المواضيع. اللي عمل؟ في حد عمل له زي ما تقول يعني تشات كده في على الفيسبوك، وعرفنا ان هي جايه من للاسف الشديد انها من جريده الاهرام. ففي قضيه، عايزين نعرف مين اللي عمل كده يعني، او مين الشخص اللي عمل اللي اتعمل ده. وفي قضيه وان شاء الله يعني معلش ماشي. نقطة أخيرة في الجزئية دي، كنت بشوف حضرتك دايما متواجدة جوه النادي، بتبقي موجودة في ظل اللغط اللي كان بيحصل ده، يعني ممكن أوقات كتير ما كنتيش بتروحي كتير زي الوقت اللي فات، كنت بشوف حضرتك مساندة ليه خصوصا بعد الكلام اللي كان بيتقال ده، طبعا إيه انا السبب اللي حضرتك تبقي موجودة؟ حضرتك اولا ده يعني النادي الاهلي ده بيتنا. فانا من كتر ما هو كان بيبقى الحقيقه عصبي جدا بقى في اوقات كتير ببقى خايفه، يعني بشعر ان وجودي برضو يمكن مثلا ساعات اعمل له يعني في عرضك، يعني ساعات حتى لما هو تهديه بيتكلم يعني. على التلفزيون او حاجه اخش اقول له اهدى اهدى معلش اهدى، لان عارف حضرتك هو طيب جدا انما عصبي في الحق يعني شيء يعني. وبعدين مش عارف يعمل ايه يعني، عارف ازاي يعني، يعني عايز يجيب للناس يعمل للناس احسن حاجه طبعا، المجلس ككل مش يشهد هو. الله في قناة النادي الأهلي بالأوراق اللي عندي اللي أنا شفتها بشكل كويس جدا، لأن دي قناة رسمية، قناة رسمية المنوط بيها، يبقى معاها كل حاجة تخص النادي الأهلي، مش ده محدش بيفرض علينا حاجة وإحنا بنعمل حاجة غلط. الراجل ده عمل شغل محترم جدا جدا في قصة التسويق،
وعشان اديله بس حق. انا كمان هقول لك حاجه يا شيخ، يعني كتر خيرك هو مش طبعا نازل كده. الانتخابات اهو، لا مش نازل، لا وبعدين هقول لحضرتك حاجه، كل حاجه كارثه يقول لك عماد وحيد السبب، هو السبب، هو سبب. ايه عشان يتعصب ايه يغلط. ده يعني؟ كل حاجه كل حاجه مش عارفه فقول، يقول لك ما هو ده، هو مع عماد وحيد عشان هو اكتر واحد بيتعصب يعني هو على قلبه وعلى لسانه، يعني واخد بالك ازاي؟ سيادة يعني كان اللواء، صعبان عليا. يعني